طاح. واو يا هول بينك طاح يا برو. يلا لانزي ترى. البينك طايح. ثانكس توب نت. اهلا وسهلا مرحبا بكم جيمرز اند جيكس فيما كنتوا. اليوم نهار الجمعه 2 سبتمبر انتوا ما تسمعوا تتفرجوا في البينك طايح ليميسيون اللي تلم الكوميونتي الكل من جيمرز اي سبورتس بلايرز وكونتنت كرييترز. انا خليل غربي اي كي كراتوس باش نرافقكم كل نهار جمعه من 8 ل 10 متاع الليل على ام تي اش ميديا تالنت هوب واي اف ام احلى غدجو. تنجموا زاد تتابعونا اون لايف ستريمينغ على باج فيسبوك نتاعنا ام تي اش وغدجو اي اف ام. دونك كان جيمر ولا جوري سبورتس ولا حتى مغروم بالاي الانوفاسيون ما عليك ان تتابعنا ساعتين الجايين خاطر يستنيو فيكم النيوز لاكتواليتي تصريحات تشالنجز والربح مع ضيوف من العيار الثقيل من تونس والعالم الكل ومع تشكيله مهبوله حاضره معكم كل جمعه هير ان نو ريلز في البينك طايح. انتم تسمعوا تتفرجوا في البينك طايح مع خليل غربي على ام تي اش واي اف ام احلى راديو. دونك للاسف كرمه ما ينجمش يلتحق بينا الجمعه هذيا ونقدموا له تحيه كي العاده على يميني حاضره بلاك تشاينا. مرحبا وعسلي من فرحانه على الاخر بالله مرتاح اليوم ما دي مش رمال انا جري بس صافي تو ديجا الاستوديو نور محلي هي ما غير جوجمه والله. دونك بلاك تشاينا جيمر وستريمر على البلاتفورم العربيه نيمو تي في. دونك اليوم السوشيال ميديا ولي ريزو سوسيو فيسبوك انستغرام يوتيوب عفوا بشويه بشويه حاجات اللي خذيت مكانه كبيره اليوم في حياتنا وملي كانت حاجات فيل وكانوا لي جون كهاو يستعملوهم اليوم كبرت وتطورت وولات الناس الكل تستعمل. دونك ضيف اليوم هو من اول المؤثرين اللي تعرف عليهم الشباب التونسي عبد اللي خدم في ايبوك ذهبيه اما فرد وقت صعيبه سعيد جدا باستقبال لوجاي سيدي ولا كيما نعرفوه الناس الكل باسم مخك عجا. اهلا وسهلا لوجاي. مرحبا 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 بدمك الانترو ذي قدمتني كديناصور باش نحكي كراجل كبير تقول خرجني من الحفريات. مرحبا مرحبا شكرا الاستضافه سي كراتوس في باليش بالبسودو ذي. مرحبا مرحبا الملو تزيد تضحكي فيها ياسر. وضيفي اخر الضيف الثاني اليوم هو واحد من الوجوه الجديده اللي قاعدين يخلقوا فيه كونتنو جديد كرياتيف ومزيان عبد اللي الموهبه نتاعو تحكي على روحها وخلت برشا يتغرموا بيه. نراوه اليوم يوظف الموهبه هذه ويخلق جو جديد ويونيك للفانز نتاعو. سعيد برشا باستقبال احمد مطوي. اهلا وسهلا بك احمد. اهلا بيك مرحبا وعاشك. مرحبا بالناس الكل اللي قاعد يتابعوا موجود. سعيد جست تقرب شويه للميكرو احمد. اه اوكي فأخفر. مرحبا بكم الناس الكل. مرحبا بالناس اللي تفرجوا توا في موجات اي اف ام. انا بديت تزدمت من الناس الكريتس عطيني نعشق حاجه اسمها كريتس بدفور هيليس هيليس تنزيدوا نحكيوا فيه باكثر تفاصيل. دونك في ساعتنا الاولى اليوم باش نحكيوا مع ضيوفنا على عالم السوشيال ميديا والكونتنت كرييشن في تونس خاصه اليوم باش نحكيوا على الفرق بين اون فادير جينيراسيون الاولى اللي بدات في السوشيال ميديا وجينيراسيون جديده وشنو يتبدل في العوام هذي اللي تعديت الكل. خليكم معنا زيده في الساعه الثانيه يستنى فيكم برشا ضحك وجو في التشالنجز اللي باش يدوروا بين ضيوفنا اليوم. كيف كيف عندنا بارتي كامله خاصه باللي سبورتس نيوز وباش نحكيوا على اخر اخبار المنتخبات التونسيه نتاعنا اليوم والمشاركات نتاعهم في البطولات العربيه. قبل ما نرجعوا للتحديات نتاعنا بيان سور في التشالنج بارتو. دونك كان هذا البروغرام اليوم في البينك طايح نتعاديو تو تويت للجيست بروفايل. Guest profile. Guest profile. دونك اهلا وسهلا بكم شباب. نتصور لوجاي انت غني على التعريف خلينا نقول. الحمد لله. دونك بديت مشوارك من قبل من اليوتيوب. كان تحكي لنا كيفاش كانت البدايات كيف بديت في هالموندو هذايا نتاع الكرياسيون دو كونتينو اكسترا. والله باش نسجلوا الكيستيون ذي ديما نحط يحكي الحكايه. والله بديت كي ايوه الناس اما صورت تصوير فيديو صورت فيديو قلت الفيديو بكارها يا حس يا الدنيا كان الفيديو يضرب بالبشره فهمت ولا العباد تجيب الكيبا وكاتر والجينير صون وتلوج وشكون يعرف وتلوج عمان ويجا صور تاخذ تبدا تلحق بصديقك اللي عنده كهرباء خاطر عندك سين فيها كهرباء حسيلو تصور بتليفون نحي لك الفون فير وحده ويحطك في كهرباء واحد خمس دقائق الفيديو حاضر
ويمنتجها وحده بطالة قلت ربي أنا ديجا تم بعد مش نعمل بيوب للبيزنس تاعي جديد واضح واضح بالطبيعة مرحبا بك أحمد أنت كما قلنا من وجوه جديدة اليوم جدد كنت عارف لنا روحك شوية وكيف كيف كيف يبدأ المشوار مع السوشيال ميديا مليقل أنا أحمد ماتيو عمري 24 سنة عندي كان عام ونص نعمل في content creation أما عندي سنين قاعد نهبط في الارتوركس متاعي أوكي سو أنا content creator designer برودوي وارتيست نعمل كونتوني على التابلويات نرسم نعلم لعبة كيف ترسم ماتيوم تريكس وكل شيء سو كما قاي قال له جاي سهلة تاو الحقيقة سهلة على الاخر نجم سلام عليكم يخفي بالك بلي سمعت بالي ياي جديدة اللي تعطيها كتاب وتخرجك تصويرة سمعت بها وسمعت بالي ياي جديدة اللي تعطيها رسمة ديسكريبسيون تعطيك الرسمة تقول حتى انا رمش مالي بطار عندك بيع خمس سنين اخرين لازم لم تفتوفة نزربوا دونك فهمت كسحة شوية الخدمة كانت قبلها ما تاولت يسر ولت أسهل ببرش يا يا عليها واضح واضح هيل به نكمل نعشيني معاك أحمد على الفكرة هذية سيختو أنت اليوم قلت أنه الارتوركس ولا الخدمة متاعك متاع الرسم معناها حاجة تعم فيها من قبل نجم نقوله لي سيرتو نتصور أنه موهبة معناها من الصغرى كبرت معاك اليوم الفالور اجوتي متاع السوشيال ميديا الانستغرام تيك توك اللي انت قاعد تخدم عليهم لان درجة الحاجات هذوما عاونوك خلينا نقولوا باش تكسبوزي سورتو الخدمة متاعك سانسيغمون قبل ما انت كانت صعبة شوية جوست بوستي تصويرة قد ما باش نعمل حكاية مزيانة كل شيء مش بتضرب برشا مي كي نعمل فيديو فما الفاكتور متاع كيوريوزيتي العباد تحب تتفرج كيفاش نرسم كيف نعمل كل شيء دونك يتابعوني كي يوصلوا نشوفوا الريزلتات متاعي الكل يتابعوني اللي خلقتها الريتش متاعي زيد يوصلني برشا عباد تولي تتبعني ولا عندي برشا كليونات وكل شيء دوكو وليت نخدم بالكدا تابلويت كثروا عليا وكل شيء دونك محلاه الخدمة وليت عايش اللي انا نحب عليه اللي عامل جو على الاخر وقاعد موتيفي في برشا عباد هذيك اهم حاجة عندي برشا عباد موتيفاسيون طلعت لهم ولا تحب تخدم ولا دخلت في الدومين وجاو كل دونك وي هيل برش هيل برش به انا جاي هنا باش نسالك سؤال اسكو اول ما بديت في العالم نتاع السوشيال ميديا سورتو على يوتيوب ليبوك وشين نتاع مخك عجة تصورت انه ديفلوبمون نتاع هالموند وذا باش يوصل اللي وصلنا له اليوم كيما كنت تحكي معنا اليوم ولا الحاجه سهلت مع ولات سهله لدرجه انه لي زابليكاسيون نتاع التليفون وحدهم ينجموا يخدموا لك كل هل كنت تغزر لها الحاجه هكا ولا حسيت ان ما كنتش تصور باش تطلع بيكسبونسيون كيما نك معنا بالسرعه هذه في ميم با 5 سنين معنا بالمرتاح التكنولوجيا خلطت واي انسان نجم يعمل فيديو وحده تليفون ويبوستيها وعنده كوميونيتي تتبع كل شيء ذاك اللي انا بالحق ما عادش خلطت نتبع واسمعني اليوم احاول الماكسيموم شكون بوزيكتيف كيما نقولوها واضح واضح دونك اما جي سي اما عمري ما كنت تصور باش توصل لهاش كنت نتصور باش تشد ثنية صحيحه باش تكون الديجيتال هو الحل كرهت كلمة ديجيتال خاطر توا لصق ديجيتال ماركتينغ ديجيتال حماس ديجيتال كل شيء تطلق في ديجيتال تولي مش نورمال تولي اي جون دونك عمري ما كنت تصور تصير هكا بالفيتيس هذه واضح واضح به دونك احمد انت اليوم خلينا نقولوا اللي تمثلوا جينيراسيون جديده ليشين القدم ولا خلينا نقولوا العبيد اللي بدات تخدم لول هل كانوا معناها كانوا لك اون سورس دو موتيفاسيون حاجه اللي خليتك تقول اه تيان النجم بتيتر انا نوصل فني بنفس الطريقه هذيا ولا الحكايه كان جوست اني من مستعمل عادي الحقيقه الانسبيراسيون جاتني من ديشين من برا مالوغوزمون اوكي علاش هو اون فيت مش خاطر ما خاطر الجماعه مش قاعدين يخدموا في خدمه تحفون معناتها بالطبيعه كنت تبع فيهم خاطر عامل لهم جو باغ كونتخ البرا معناها كانوا يوفروا الكونتينيو نتاع الرسم وكل شيء انا في تونس توا الشين الاولانيه اللي عملت كونتينيو نتاع الرسم كنت من الاولانيين اللي يعملوا الرسم وكل شيء دونك اللي بديت معايا انا دونك انا بديت ريت لحتى دانيما برشا عباد قاعدين يخدموا كل شيء فرحان بهم برشا دونك الموتيفاسيون جاتني من برا الحقيقه وكل واضح تصرفت طبعت الخطه نتاع القدم وكل لقيت نيت واضح واضح هي اللي يسر به لو جاي هنا انا سؤالي بتيتر اللي كنتي بيسك تعديت باللي فاز الكل نحب نسألك على الفرق بار اكزامبل بين الخدمة قبل على يوتيوب كغيزو سوسيال اللي خلينا نقولوا ان سيرتان مومون كان نيميرو 1 وبعيد ياسر على البقية الكل كانوا لجان الكل يستعملوا البلاتفورم هذا باش يتفرج في لي فيديو باش يتبع لي انفلونسور ولا لي كرياتور دو كونتينو نتاعو لليوم الحكاية تترشق ونلقاو اليوتيوبر موجود على انستغرام على يوتيوب على تيك توك على فيسبوك اكزاكتومون دونك الفرق بين الخدمة بين خلينا نقولوا ريزو وحده
واليوم المجموعة كاملة انت كيفاش قاعدة تعيش فيها؟ معناها الليميت قبل اليوتيوبر فلان يوتيوبر عنده يهبط كل بيريود يهبط فيديو على اليوتيوب جاوبه تو الانسان هذاك ولا مارك اكثر من انه شخص جوز يهبط تيك توك فيسبوك انستغرام معناها تقول شيء نتاع التلفزه شيء نتاع التلفزه ما نجمش شد الريتم هذا دوك دو ان يتبع عليك الدهك وصرت مومون فما برشا راه عباد تعمل يوتيوب وتو تعمل في الانستغرام وصحابي كل شيء قالك زيد اليوتيوب انفستيسمون غلط اللي انا بون مانيش مأيدو برشا باش نحاول نرجع ديجا فرحان برشا فما شكون واحد من الديناصورات الصغار يقول مينور جاع غير سامو هبط فيديو البارح تاع الروتور نتاعو تحيه كبيره دوك نستنى في خدمه طياره وانا بدي معمل كيما قلت المره اللي فاتت في باساج في راديو قلت انا معمل شارج على اليوتيوب وباش نحاول نعمل كونتينيو اكسكلوزيف مي يكون اكسيسيبل كان بالخلاص كيما ان بيتي نوتفلوكس مش خير مني على خطاس حلو الفكره علاش واي نجم يكونوا نخلينا نقولوا لي ريزو الاخرين هما الباب اللي يهزوا للكونتينيو اكسكلوزيف ميم سي الخلاص في تونس تري ديفيسيل ما لقينا حل عنا فما بالبيمون بالكارت بنكي اليوم سهلت شويه نجم نقولوا فما مازالوا خايفين جو بو كومبروند يقولوا كو اما تحسنت شويه خلينا نقولوا العقليه تخلص اكزاكتو انا تو نصب فلوس تليفون امبوسيبل نخرج للحماس ما نصب بالكارت ونصيحه شباب تقاو ارخص دي برومو صحيح على لي زابليكاسيون صحيح دونك ان شاء الله تشد الامور انا ان فيو اغري دو لا في كيما قلت لكم قبيله دونك سي نورمال اني هو نعطي اكزامبل صغير انت ما كارتيست باش تفهمني لي بانتر اول ما هبطت لاباري فوتو هاك شو ما كان صاي ما عاد شحنا باش نخدموا بطال مشينا فيها خيات كانت انوفاسيون وكادو يخدموا بعضهم يزون كو ايزيستي ميم سي جو سوي سور لي فما دي بانتر ما عادش يخدموا معنا وي با اي يمكن سورتو نتاع لي بورتري وكل اللي خلينا نقولوا لاباري اليوم ولا تخدم خدمتهم انت احمد نتصور عشت الحقبه نتاع يوتيوب الذهبيه خلينا نقولوا وانت مستعمل اليوم انت ان كرياتور دو كونتينو وحتى هكا كنا نحكي في اللوف معناها انفستيت في انك تتعلم لي ريزو هذوما كل شنو رايك في الترانزيسيون اللي صارت اليوم المحتوى تعدى من خلينا نقولوا ثنيه واحده لبرشا ثنيات متفرعه معنا الحقيقه فيها البي وفيها الخايب نبدا بالخايب الخايب اللي لاتنشن سبان ياسر تحت برشا وليت الفيديو ياسر مزروبه وليت بالسيف عليك لازم تحكي فيسا ديجا كان لحقتني قاعد نحكي فيسا خاطر ديفلوبيتها وسط الكرياسيون دو كونتينو تحكي تك 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 عندك كالي 30 سكوند 60 سكوند لازمك تكمل فيهم كل شيء وتعطي اول ما بداونا ب 15 ثانيه 30 60 اليوم 90 اما هكا تحسهم بداو بشويه بشويه حتى لي ستوري نورمالمون تاع انستغرام تيك توك في بالي خلطوا 10 مينوت وقت اما لك اليوتيوب منقل وقالوا ايه ذا اليوتيوب تحكيش معي الخايب اللي ما تدخلت بعضها برشا وكل يجبرك في تاي معينة كبتول كل اما زاد فرد وقت هذيك حكايه ذكية انه بالطول بيسك التليفون بالطول مع تذكيه برشا سهلت انك تقدل كل شيء فيديوهاتك كما قال لو جاي في التليفون كل شيء جوست كيف نقولوا كليت برشا كل الاسبي نتاع السينما نتاع انه بالعرض ذاك تقعد تتفرج وتسمع قصه وليت فيسع فيسع هاو شنو حاجتك بس لا ماشي على روحك انا نتصور ذي حتى اثر على لي برودكسيون نتاع الافلام ونتاع السيريات كان قاعدين نشوفوا معناها قبل كنا نشوفوا افلام بثلاثه سوايع دي شيدوفر اللي يقعد برشا نستناوه ومن بعد يهبط اليوم لي سيري سورتو نتفليكس كما قلت والى اخره تلقى جينيرالمون سيري حلقه ماكسيموم تاع 40 دقيقه باركونتر لي باركونتر حلقات طويله اي قبل ابيزود 20 مينوت سكر الابيزود اما تلقى 200 الف حلقه معناها معناها تكلم دارك تقول ما كلمونيش تفرج معناها اما تلقاها سيري تهبط لك في 5 6 ابيزودات تقف غاديكا بعد تاك تجيب سيري اخرى هنا لو جاي انت حكيت حتى على يوتيوب يوتيوب اليوم زاد نشوفوه اللي تخل فرد كونتينو نلقاو الشورتس اليوم على يوتيوب واللي يرقلوا كي هكا وي تلقى واحد تبع كيما قلت يقول لك كل حماسه معناها واحد عمل حاجه تلقى الاخر جابوا نفسه وي اما انا جوست نجم نسال سؤال لاحمد سورتو كا في الدومين ديسان في لي ريزو سوسيو انا الحاجه اللي تهبني اللي وليت الفيديوهات الكل كيف كيف
وي ديسان عندك اربع فازات، يا تحطك السيد انيماسيون صغير يقول انبوستي تصويره يجيو تروا فولور عمي، عندك ثاني شد قلم رصاص طيح الورقه بولي تصوير نسيت شنو الثالثه نسيت وذوك مو يدوروا اربع من الناس اربع غنيات هنا اكزاكتومون. حتى مثلا الغنيات تلقى تراند الناس الكل تتبع الغنيه الاولى هي بيدها اللي تتحط. وهنا باش نجيو للفكره الجديده اللي هنا نحب ناخذ رايكم الزوز فيها واللي هو تيك توك. الريزو ذا اليوم هو ريزو جديد، خلينا نقولوا اللي عامل ثورة يجيب فكرة جديدة، ما عادش فما كالمشاكل للعبيد انها باش تطلع ولا باش تلقى ريتش، بالعكس لي شيفر حتى نجمو نوصلو نقولوا غونفلي. اليوم انتم زوز شنايا رايكم في الريزو ذا، واسكو فما بروجي انك تكمل تخدم فيه؟ بانت يا احمد بديت فيه، دونك اعطيني رايك فيه. الحقيقة أنا كما قلت قعدت متاع 6 سنين نخدم على الانستا من الأول وحدي ما قبل ما يبدأ تيك توك وكل شيء. ما وصلت 10,000 أبوني إلا بالحق ما هبلت اللي تعبت عليهم مش نورمال. مي باركونت قبل ما دخلت تيك توك 6 شهور من زمان 120,000 وقتها أو 150,000، دونك 6 شهور من زمان اللي ترشح على الأخر، دونك حسيته ياسر ساهل. اما هنا في الخطر حتى العبيد عملتهم 8 سنين في اليوتيوب تحسها تغيب المشكله بقى. اما لهنا حتى العبيد اللي تسمع فينا، اما في الست اشهر هذوكم كيف كان الفريكونس نتاع الخدمه نتاعك؟ معناها نحكيو على فيديو كل قديه؟ نتاع 10 فيديوهات في النهار. اهلا وسهلا. ام ستوريات سبام اليوتيوب يسكر لك يدخل بعض فرير مش تعمل جيو فات برشا كومنتارات كيف تعمل هذه كيف تعمل هذه، برا نجاوب عليهم الكل كيف رسمت دايره هكا هكا تاك فيديو نجاوب ونتعدى. وهنا معناها الالجوريتم كما قال لوجاي مع الريزو الاخرين استنسنا انه ما لازمكش تسبام، معناها مثلا فيسبوك عندك ليميت نتاع بوست 2 اورجانيك تفوت ثالثك وتموت. كيف كيف يوتيوب ما عندكش حق تهبط اكثر من فيديو، هنا الالجوريتم تحسه مختلف اكثر على تيك توك احمد كومبليتمون مختلف. ياسر واضح ساهل كلي هابط كان فيديو نتاعك معناتها مليك بالكدا جاو منظم طبع على الرولز نتاعو يمشي بالكدا واضح. يعني الرولز نتاعو بيزار ما فهمتهمش تنجم تتراكيه تتنجم تتراكيه مش كيما الانستا ما تنجمش تتراكيه جمله الانستا لا جور نقصد ما عندكش حق فيولونس وما عندكش حق تخان وما عندكش ما فهمتش عالم اللي بيزونو نقص نحن شايف المحبه والحنان بالضبط. دونك هات ناخذ كامل ناخذ رايك كتير احمد يكمل زعما كامل بيان سور. هو خاطر كيف نقولوا بازم لازم تحط فيولونس وكل مي باغ كونتر كيفاه فما برشا رولز كومبليكي شويه نتاعك. انا بيدي ساعات مثلا هبط تابلو نتاع شو اسمه هو ذا فالين انجل ما عادش كنتعرفوه نتاع الكسندر كابانيت تحفون على الاخر مزيان تابلو شو نقول لك فيها هذه السبب يبرتوه لي از نيوديتي هو ارت ورك معناتها روح حقاني برشا دونك كاين في شويه مشاكل ان توكا ذا في اعتراف انه الارت ورك كان مزيان على الاخر لديتايل كل مزيان. انا فهمت تيك توك عملت السعوديه ولا شيء قبل السين ومعناها انا عندي ديجا صديق نوجه له تحيه اللي قاعد يخدم مع تيك توك يخدم بيان سور في الباك اوفيس نتاع تيك توك في ديجا انهم هما اي فيديو تهبط على تيك توك تتعدى على انسان قبل معناه ما تتعدى بيان سور باللي بوت اكسترا مسكين تسوي خدمة تسوي خدمة ومعناها راهو انورمي العدد نتاع العبيد اللي تعمل في الحاجة هذي مهول، معناها من العالم الكل يجيبوا في عبيد من العالم الكل تخدم كل فيديو تهبط بعد ما تتعدى على بوت نتاعو اكسترا فما عبد اللي هو يتفرج في الفيديو كلا معناها يقولوا احنا اخر بارتي نتاع فيريفيكاسيون كمل هو سي بون تفرج فيه الفيديو ما فما حد شيء يخالف يتعدى. انا يهبني في التيك توك ينحي لك تصويره خطره مكدوده بالكدا بار كونتر فما واحده يمكن نسال العبيد ما تفهمنيش بالغلط فما تيك توكوز عامله روحها الغلب تمثل كلب تحاوس بسلاس وترند وجوها احلى جو بعد وخرت وقدمت وعملت اولي فانز ومشي طلع جوابي تيك توك سي بيا خلي جوليس هذا امريكي هذا امريكي باركوتر هذا يعرف صاروا بالكدي نحي علي هذا مشكل وي وي نو جو كومبرون با. ومن هنا نصور انت مارينيكش على الريزو هذا رغم اللي مقاطع ميم سي نمد بالمقوله سول لي زيديو كي شونج با دافي يمكن جو شونج دافي مي بور لانستون طوالي. انا نو اما نحسيناها الحاجه هذه مش بمر قدر ما عملش تيك تاك خاطر امبارح مع دهميني هذا احمد تحيه ليه تحيه كبيره ليه يجي طفل شباب
قل له مش انت صاحب سامي بتاع التيك توك بش بش قلت له تبعوا يوتيوب تيك توكر ناجح راهو ولا يطلع بيت اصحابي يوتيوبرات قدم انا التاريخ صحيح ولا صاحب التيك توك انت تيك توكر انت هو بتاع تيك توك سوكو جي بو كومبروندر انا راي الاناليز صغيره سامبل اي بازيك التوانسه الميزانيه على قدها دونك ياخذ تليفون يرضى يفتق الكاتجي نتاعو كل في تيك توك لا يفتقها في فيديو يوتيوب واحد اما هو بعد كان يشوف الكونسوماسيون يلقاها نفسها هي بيضا وي وي به دونك احنا هكا نكونوا كملنا البارتي الاولى نتاع الجيست بروفايل نتاعنا يزينا ما حكينا شباب تو باش نتعداو للتشالنج عندنا دونك تشالنج تحفون تو سويت في بارت 1 تاع التشالنج نتاعنا Challenge Fight. دونك اهلا وسهلا ومرحبا بكم انتم تسمعوا تابعوا في البينك تاي على ام تي اش و اي اف ام احلى غاديو انتم زاد اللي تسمعوا فينا تنجموا تلعبوا معنا في التشالنج وتجيبوا ان كومونتير على لايف فيسبوك نتاعنا على ام تي اش و اي اف ام به يلا شباب لعبتنا الاولى اليوم اسمها ما تنجمش به الكونسيبت ساهل ياسر كل مره باش نعطيكم تيم تيم هذايا خلينا ناخذوا مثال الغله دونك كل واحد فيكم باش يقول لي في 30 ثانيه قداش ينجم يسمي من غله دونك باش يبدا ومن بعد عندنا سيستم تاع انشير معناتها تقول لي مثلا 4 احمد يقول لي 5 6 7 8 9 10 لين تحصل تحاول تحصل العبد الاخر في نومرو اللي انت تتصوره هو ماهوش باش ينجم يسميه فنتوصلوا ل 13 تقولوا ما تنجم يسمي 13 غله في 30 ثانيه هذوكم وكيكا بعد بيان سور نبدا التشالنج كي ينجم يسميه ياخذ البوان ما ينجمش يمشي للاخر مريك واضحه اللعبه اوكي سي بون اسمع ميسيلش نعملوا احنا اكزاكتومون نعملوا احنا تجربه اولى ومن غاديك نفهم واضح شباب حاضرين به دونك شنحوي لكم في الجغرافيا تعب لبس به دونك التيم الاول نتاعنا هو عواصم بلدان اوروبيه عواصم تاع بلدان في الاوروب قديش تنجم تسمي من عاصمة في 30 ثانية تو نصور في العبيت اسمه يعرفوا يلا نبدأ بك انت يا عطيني نمبر النجم يبدأ من واحد حتى طيح وما تسعين ثلاث خمس شكون يزيد سبعة ما ينجمش يلا واحد في ثلاثة عدنا توب كرونو باري ستوكهولم في عقلك جول سامي يس ريتو باو الشباب على التيك توك باريس هذا قاعد نضيع لك التركيز خلي له جاي يلا باريس ستوكهولم يو كان دو ات روسيا يكون العاصمة شباب بلدان روسيا تبع لازيم تشتري موسكو اسبانيا I'm just so bad at this. معليش. وين البوان الاول يمشي الو جاي بيرفكت. سيبا ميسيل شبايا. خصم قوي خصم قوي. عندي سنين. حضر لي روحك احمد يلا به دونك سيبا فهمنا اللعبه جاونا به اوكي به دونك التيم الثاني نتاعنا هو ممثلين توينز في 30 ثانيه قداش تنجم تسمي من ممثل تونسي. يلا عندك تشيب جاي المره ذي الاول. زوز أربعة ست عشرة أوه يا سيلة عادل جاين حداش ما ينجمش يلا حضر لي روحك العب على حداش الممثل التونسي في 30 ثاني يلا 1 2 3 توب كرون كامل التويتي سفين الشعري كوث الباردي لطفي العبدلي ضيعت العب على الصوت ميسيلش كمل استنى كمل مع شوف لي حل حسيت غادي ما نسيت لسامي سبعة راهو مازالو سبعة نسيت لسامي جملة واحدة بكا كانت هوني رمضان ساهر رمضان وميمة كانت لهنايا ما نسيت لقب بن حفصة يلا شكون اخر لو جاي زيدي باير ستة باش تقبلها احمد داماني شكرا للاسف دونك لبا يمشي لاحمد يلا عندنا واحد سافا لبس به دونك التيم الثالث نتاعنا شباب هو في 30 ثانية قديش تنجم تسمي من كوميك
تعدى في سبيس 2 هنا اوكي جو. يلا بار عندك يا احمد شيفر لو 7 8 9 10 12 اي 13 ما ينجمش ما ينجمش مليك. يلا 1 2 3 توب كرونو سابق ولاحق الضحيكون هزيم الرعد ديجيمون ادغال الديجيتال ريمي اسمه سالي شكون اخر شكون اخر تومو جيري صغار ذوكم عاونوني سابق ولاحق قلت الي قلت كابتن ماجد بوكيمون جابوهوش اللي اسمه سلام دانك شنو اخر شنو هي ثلاث ببليد ببليد هل تعرفوا هم تارو دراغون بول بارفي يعطيك الصحه هي قد في دقيقه 90 ممتاز ممتاز به عندنا 30 بواحد يلا مازالوا عندنا 3 تيمات مازال تحمل 12 ترجع في الكورسه كم باك برو لازم به دونك التيم اللي بعد متاعنا في 30 ثانيه قديش نجم سمي من فيلم مصري هي روتانا سينما نقول 5 بار خلنا دي ب 5 8 ما نجمش ما ينجمش اوه به يلا 1 2 3 تفكروا نوع همام في امستردام سفاره في العماره زكي شان حاضر الف مبروك لا يا عاد شنو هو تو اسف على الازعاج زيد خمم ترى مش حتى قدر تغمض عينيك مش حتى حسيتك عاد لي مرجان احمد مرجان كمل عاد لي ميم عاد لي ميم زورسين العظيم زورسين العظيم ايش عمره الاخر الاخر يا اختي 7 عاد ناقص واحد برك احمد هيل 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 ويسيل يلا اخر فرصه اما لا حسيتك مغروم ديجا باحمد حلمي برشا سميتهم احسن فما عسل اسود نتاع احمد حلمي كتار هيل جديد يتسمى عسل اسود بون عليه تحسوا من اول افلام احمد حلمي به جديد انا نذكره جديد يلا به دونك اخر تيم نتاعنا شباب هنا باش نرجعوا شويه جغرافيا قديش نجم تسمي من بلاد في الافريق قديش في 30 ثانيه قديش نجم تسمي من بلاد افريقيه برا باش نقولوا 5 5 7 7 8 8 9 10 اوه نجمش ما ينجمش يلا مخرج اعطيني يا كالكرونو 1 2 3 نبدا تونس مصر ليبيا مغرب الجزائر موريتانيا الكونغو الكوت ديفوار بعد ذوكم تقعد ايوا المالي مدغشقر واحده بركه و شايد اللوطه بالكل الافريق دو سود يا نفريقي يا الجواب صحيح هاي البرشا جاي عجبتني امور جغرافيا منظم عملت كريت الخمسه نتاعنا تاع كوب دافريك شكون فيه كاور امور نهار لا جمله كوره بالله حتى كعب لا منتخب لا حتى شيء هيك او جيمنج از كان يعطينا كوره مشينا الزوز هاي اليسر هاي اليسر سمي جواريت دونك زيدان احنا توا نكونوا هكا كملنا التشالنج الاول نتاعنا البوا التشالنج الاول مشى عند له جاي عطيتوا لنا انيم مر الحاجه هكا شوي شوي ثقافه مش معقول الشباب توا الثقافه العامه خسرنا دونك توا باش نتعديوا للتشالنج الثاني نتاعنا الكونسيبت المره هذايا مختلف دونك كل مره في الاكران هذيك باش تخرج تصوير اوكي التصويره هذيك باش يكون فيها معناها دي سيليبريتي عباد معروفين باش يكون كل واحد فيكم عنده 20 ثانيه يغزر للتصويره هذيك ويحاول يتفكر اكثر نومرو نتاع اسامي نتاع العباد هذوك
تصوير فيها برشا عبيد. هي تصويرة تتحط باش تبدا فيها برشا عبيد باش تقعد انت تغزل التصويرة هذيك ولازمك تشد اكثر نمبر ممكن نتاع اسامي. من بعد باش نبداو كل واحد فيكم باش يبدا يسمي اسم 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 واللي نجم يكمل بيان سور معناها واللي يحل قبل الاخر ياخذ البوان. واضح هايل ياسر به. يلا دونك نبداو بالتصويرة الاولى نتاعنا. دونك ركزوا شباب عندكم كان 20 ثانية. يلا واحد انت عديو التصويرة الاولى متاعنا. يلا 20 ثانية شباب اغزروا. حاول تتفكر لسامي قد ما تنجم. ما فهميش جوكير غاد انتي جوكير في عطوة بطاطا عادي. لا مخلطة المرة هذي حديت كل شيء أصعب. يلا شباب نبدأ بك مايك تايسون ناروتو. لا 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 كل مرة واحد اسم ممكن انت مايك تايسون. يلا عندك انت الوجه قد... اسم أوزوماكي ناروتو ها. اسمه الكامل لانا ديل ري. اوكي ريحانة. مستر بين. يا ربي دافنشي. ليوناردو نو ليوناردو دافنشي. ليوناردو دافنشي. يس وي 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 اي جربتك اي ليوناردو دافنشي. يلا مايك تايسون. ديجا اوكي استنى انت قلت اوكي نسيت استنى. شكون ويت شكون ويت شكون ويت سي با بوسيبل فما تويسا. بوشنيق. لوتشي بوشنيق صحيح. فكلي فكلي بوشنيق. يا نسيت اسم الممثلة جست با بوسيبل عادي بنتها برك كتقول اي اي ذيك شقول كا مش كاف استغفر الله يا ربي الله ملتو حسيمون على فلسفية ومنا قد نذكر تو ما ضيعت تكون تكون اخ فما فما كالزخمة بتاع الباسكيت نسيت اسم ايه فما صحيح نسيت اسمه ما الزخم الزخم ذاك نسيت اسم ينجم هو يتكلم في بلاستو لا 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 يلا ما اللي تتكلم في بلاست يلا الوجه جوكير استعمل جوكير استعمل جوكيري لا 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 فما جوكير كل حايدة اليوم انا بس اسمها مزوز باه شكرا فما كارو ابيض اقرب شويه اقرب فما كارو ابيض صحيح كارو ابيض هكاوي تحسب يلا يلا اعطيني اسم الوجه مستر بي مسالين قال ضيعت استنى سكون فما الوزير الاول نتاع كندا ايه وي نسيت اسمه نسيت اسمه وي الفونكسيون تاعو يزي في البركه برافو والله عجبتني على خاطر اسمع باش نعدى يلا احمد اعطيني شاك شكون شاك شكون شاك جاك شاكيلوني اوكي شاك شكون شاك شاك شاكيلوني ذاك الضخم اي 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 ركابو انا ما نذكرش بالحق مخي تفسخ هي هي دونك لو بوان الاول يمشي عند احمد نعيمه الجيني يلا نجاح نعيمه نعيمه الجيني كيف ما امل مثلوثي زاده فرانشيسكو توتي هذو هما الاسامي اللي ما تقالوش زين الدين موجود؟ لا 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 ما فهميش وهبي الخزري هذاك زين الدين من تونس مامش بعاد على بعض شكرا على المشاركة يعطيك صحة اي واحد اصلع ويكور زيدان انا زيدان به يلا نتعدي للتصويرة الثانية اي نركزوا شباب شوفوني كان خلص عشرين ثانية يلا عندك انت يا احمد بيكام بيكام ساركوزي سبونج بوب حسن الدوس سينا غوميز كامل تويتي امبابي وي بوب مارلي وي بريقة دي السفاري جوز الغني على روحي كوين إليزابيث وي صحيح صحيح شاكيرا وي ألين جينا جولي وي
فما 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 كوميك اخ فما انيم اخ ما جيش قدامي مش تشيكي فارا تشيكي فارا موجود اللوت شكون هذا لا 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 تشيكي فارا تشيكي فارا وي 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 يلا يلا صح الوجه شريك شريك وي شريك انيم واش تعود صباح اسحب الكلام قلت لك كوميك لا قلت لك انيمي قلت لك ديسان انيمي 3D ديجا فوتو دو سانتيز فك لي شريك فك لي شريك فك لي شريك فما الممثل اللي مثل في شوف لي حال صغيره نو نو هذيك التصويره اللي قبلها لا لا قاتل في قلبك شوف مازالوا فما زوز كاور جايه احنا بعد وي برافو مازال فما مازال فما جوار وعنا جوار عندي شعر وهكا هاو وقلتهم الكل قعد اخر اسم دون التونسي اللي انا سميته قبيله بالغلط دونك انت بديت احمد دونك كان انت تو تجاوب بصحيح تولي انت جاوبت على اكثر اسامي صناع البوا يمشي للوجه يا يو كان دوت ما عنديش ما كان رجع اغزل اللي هو لانه ما عندوش جمله حتى راه يعرف يراوجهم يعرف شو اسمه عرفها الاخر كان يلعب مع مانشستر ولا حاجه كيك البار انت ما عادش تشارك في الكوره ما عادش تشارك حتى في الكوره مشكل فخر العرب اخر جوير هو جي جي دروكبا اخر واحد معروف الاخر التونسي اللي لاصلع هاكا لبس تصوير التونسي رجع التصوير ليه ما فهميش حتى واحد تونسي حنا بعد المجبري تحت تصوير حنا بعد فم واحد رجع التصوير بلاي سيد المخرج عطينا التصويره مره اخرى خاطر ما فيولا هاك على يمين بالكل شكون هذاك اسمه روبرتو كارلوس عمره ما كان تونسي جمله بعيد ياسر على انه كنت كامل مش عبد النور اللي نحكي عليه شبه هو بيدو لا لا شبه له جمله اوكي ام اوت في دونك لو بوان الثاني يمشي الجاي مازال عندنا تصويره اخرى جوست احنا باش نخرجوا فاصل قصير وهنا راجعين انتم تسمعوا تتفرجوا في البينك طايح مع خالي الغربي على ام تي اش واي اف ام احلى راديو رجعنا لكم انتم تسمعوا وتتفرجوا في البينك طايح وباش نرجعوا للي تشالنج مع ضيوفنا اليوم لوجاي زيدي كي مخك عجا واحمد اللي ديجا خسر البوان ثاني دونك عنا توا نول انا يلا شباب عنا توا تصويرة ثالثة تحب تركيزتين كي العادة 17 شخصية يلا 20 ثانية وننطلق يلا شباب تركيز انا ملموع الشخصيات الكل تعرفوهم هي على الاخر يلا دونك مرفت دينا عند لجاي تاع عندك احمد ترافولتا جون ترافولتا زيلينسكي زيلينسكي ويني ذا بو ويني ذا بو لا رئيس الصين هذاك اختان على مع كل احتراماتنا اختان جين سبين باه اني ضيعته توني باركر توني باركر وي سيلفستر ستالون قال جون ترافولتا اوكي فتح الهداوي وي اوباما نايس مترو جيمس يس يلا يمكن دود قطعون فيه قطعون فيه سوبر ما سلمتش يلا لا تينا مانيش الرفيع التصوير قاعده تحايل بس انا سامسون خلك لك 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 شيخ زفير فما واحد يضحك معروف في الريزو سوسيو توينسا استنى ربيع ربيع بودن يلا الدجاجة اللي مع ربيع بودن رغم ان الدجاجة اثرتها ما كانت معروفة مش فم شو اسمه هو نجم الساحة ضيعت موجود نجم الساحة يا نسيته فما انيموريست انيموريست قديم كبير تاعنا وي يا ضيعت جملة سولت بي نضحكي على الباتير الله يا ربي ضيعت لس سي با بوسيبل الكبر ما خيبوليت الله سلاج تا
تيك توك كله جاير السوشيال ميديا فوق لي في الاتونسيون تاعك لعبه تاع ميموار هي مش ميموار حكيت لازم تعمل قصه بهم هذيك هي نذكر في القصه اللي عملت باش نسهل لكم شويه دونك مازال عندنا زوج جواريت كي العاده انتم الشباب تضربيهم هذوكم عندنا رابور قديم ليجوند رابور اه توباك وي قد المالي وي هذا هو اللي كان يلوج عليه اللي جاي ليه ليه تونسي اللي نسخايب ريتو فماشي موريس تونسي موريس تونسي عندنا مغني تونسي مازال مصباح سلاح مش سلاح بو هذاك الاخر ولدو نسيت مصباح نسيت الاسم ضيعت الاسم يلا نعجبها صبري مصباح صبري تحيه لي يلا انت كاو ام اموت زيد ثلاثة اسامي دو جوار زوز جواريت ومغني مغني شنو بوب سهل له اموا مغني غني سهل له المغني دهلي مغني ريت رابور قبيله ماما توباك ساي سامي توباك دهلي فما رابور واحد اخر نعرفهم مش رابور جدد مش كلهم يلا اسم هي مغنية هي سي اون ليجوند مريتش نورمالمون مادونا لا 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 ما حتوش ادين جيلو ولا حاجة هي واحدة من خلينا نقولوا الاساطير نتاع الاغنية في ام كلثوم لا 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 فين جمعية كاورو نينا سيمون قربت لنينا سيمون قربت قريبة ماشي بعيدة جمل هيا يكون دوت نحبو يربح انا شمتها فيلو جاي ما عندها مشكلة فلوس في الحكاية طبع جاز على الاخر طبع ليبوك ذيك على الاخر بعرف شنعطيك 10 ثواني يا احمد يلا ميسيلش حتى توقعات اني قلت لك انت ماكش بعيد ياسر على نينا سيمون غني له اغنية ولا لحن له حاجة مو مالوريزمون الوقت وفي دونك هي تشيزاريا ايفورا وقعدوا معنا دو جوار اللي هما ريكاردو كاكا و ابراهيموفيتش لا غلط قلت لك يا بلاك تحط نفسك في مواد بايخه ودافيد هذا هو دافيد كان لعبت برو دو قبل تفكر دافيد نلعبوا كان يلعب باللونات معروف الوحيد جوار الوحيد يلعب باللونات تعرف جيمز اسمر ويلبس لونيته هكا بيتر جيمز بيه قبيل حكينا شوي على ربيع وهنا الوجاي سؤال عندي مره فاتت حتى هكا تجبد الموضوع انه تحس انه الضمار في اللي ريزو سوسيو ان سيرتان مومون ميت ما عادش نلقاو الكونتوني معناه نلقاو الكونتوني سامحوني في الكلمه اللي تافه شويه اما اكل ضحكه روشيرشي حاجه باهيه ما خدمه معناها على حاجه حتى نشوفها حتى نتصور في الافلام قبل ما كان عندنا دوز كبيره نتاع افلام ضحك افلام يمور اليوم نحسوا الكونتوني هذا قبل هارولد أنت كومار معناها قبل انا نفكر كبرت على الضحك معناها سي تري ديفيسيل باش الضحك في الفيكسيون انا ما انتبه سي تري تري ديفيسيل معناها داش بالضحك في سيري في فيلم علاش هذا في سيري تتربط باللي بيرسوناج ولي عندهم دي كيميك عندهم ديكو تولي ضحكك اسهل كيما فرانس ولا هوميتر مادر وحتى شو اسمه ذا جود بليس فما حاجه هذيك السيري سي فاسيل باش تضحك بها باركونتر فيلم كاسحه برش جوست القوه ربيع هنا كان باش نحكي وانا نذكر من اول عبد لي رياكت على ربيع وعبد تو رجعت لي الفيديو قديم على الباج فيسبوك بتاع مخ حاجه وتسب في سخيبوني تو معناها فرير وقت اللي انت فكر شو مكان انا عبد الفيديو يا تريف ربيع قوتو انه الي تريز اوتنتيك اللي في قلبه يقولوا سي سب خاطر نحن تونس انا شعب فيلجير لازم نمنوا بها على غير سي كوم سا سي كوم سا نحن كلنا نحن متربيين ونا فيلجير سي كوم سا تي اسمه هيستوريكمون اوني فيلجير عاد وانا التيوري نتاعي ان التلمح حتى اللونالين ولينا نسب عرفت داك الجاو الكارتاج اوه هام جاوا جاوا لي روما اوه علي يبدو احنا ما غششنا حد بس اللي يجي نفرحوا بيه نقعدوا مرحبا ثقافتك جيشك مرحبا بكم لا قد فضل فري ريمشي احتل انا قاعد مع كومير سواء عن شوي ملح شوي حوت ومشرب زيت زيتون وعنا برت به يجيب اللي تحب عليه اصحابك مرحبا تجدوا على تتواجد على البحر الابيض المتوسط ومقاعد استراتيجي استراتيجي جدا معروفه بمناخ معتدل اللي ما عادش برشا تو دوك ضيعت تفكيري اوكي الحاجات اللي ضحك علاش دبيله وتوصل غتوصل بلو مول عبيت كومونتي برشا قد الحكايه تبدا كرينج قد ما لعبت كومونتي
خايبه ماستا انا نكتب له العرش نتاع عيلته الكل اميكم انت يا تروكا قالوا لينيا كي يكتب لك ماما جاو يضحك شيخ على الاخر بالضحك الكات الثاني باش يكتب له مامستك هو التفاهه باش يكتب له مامستك دونك سي دي بون معناتها باش تعبى كومنتات باش تتعب هو باش تهبط باش تبارطاج التحليل الصغير بالحق فما عباد مخي بحياتهم اللي يلقى وقت يسبك سكر بالحق راك حياتك فير غيسر برو راك بالحق ناري عليك راك راه ميساجات تاع سبان سيرتو كي العباد تدخل في دي ديبا في تحت كومنتريات فما حتى ديبا مره بدا في كومنتريات وتفضل عندك الحق فرير سامحني انا غلط لا لا عمرها ما صار في حتى بلاصه في الكون تحسوا يهزوا النوم هو في الاخر بس كتمه وقال فما حتى حل قال ماك تايزون قال الفرق ما بين التو وقبل قال كي طايح كي تبدا قليل الحياه تاكل بنيه تريث تو تبدا قليل الحياه ما نجم حتى حد يعطيك تريحه فما بالحق فما مينيموم فما بيت جي تبدا تطيح في القدر نتاع لازم يفهم لي ديزاكسيون عندهم دي كونسيكونس صحيح 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 يلا غل دونك احنا هكا نكون وصلنا لاخر ساعتنا الاولى 8:59 دقيقه للعبيد اللي تسمع فينا على الغجو باش نخليكم توت سويت مع الاخبار زيد شويه في ساعتنا فين الايفون 13 برو ماكس تاكدوا لحظه عاد في ساعتين ساعتين يعني حركتنا نستكر الساعه دونك زيد شويه في ساعتنا الثانيه استنينا مع اخبار لي سبورتس واخبار منتخباتنا اللي مشاركه حاليا في البطوله العربيه للرياضات الالكترونيه ما تبعدوش هنا راجعين